الانتخابات الرئاسية 2024، طبعا هذا الحدث الأهم والأبرز في هذه المرحلة، وكلنا متابعين أنه في هذه المرحلة الحقيقة المنطقة العربية كلها بتمر يعني بأوقات صعبة جدا جدا، وبالتأكيد بتنعكس على مصر. فإحنا محتاجين بالفعل يعني نلتف خلف قيادة حكيمة، محتاجين بالفعل نظهر بصورة مشرفة، محتاجين كلنا كمصريين نكون على قلب رجل واحد زي ما كنا وحنكون بإذن الله دائما في المستقبل. عايزين نعرف بشكل سريع كده تاريخ الحياة السياسية في مصر، تاريخ الانتخابات الرئاسية، لأن زي ما دايما بنقول مهم جدا يكون عندنا وعي بالتاريخ علشان نقدر نقيم الحاضر ونقدر يعني نعرف المستقبل كده بإذن الله. في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الأستاذة ولاء عزيز، مستشار سياسي باتحاد شباب عمال مصر. أهلا بحضرتك معانا يا أستاذة ولاء، شرفتينا ونورتينا. شرف لي أكيد، مرسي جدا. اسمح لنا كده وإحنا يعني مقبلين على الانتخابات الرئاسية بكرة بإذن الله، طبعا المصريين خارج مصر وبعدين المصريين بالداخل 10 و11 و12، يوم 10 و11 و12. عايزين نلقي الضوء كده بشكل سريع على تاريخ الحياة السياسية في مصر. طبعا هو موضوع كبير محتاجين ساعات وساعات، لكن مع حضرتك كده نلقي الضوء على يعني أهم المراحل في الحياة السياسية في مصر. طب هو باختصار شديد جدا الحياة السياسية في مصر تنقسم إلى قسمين، قسم الحياة السياسية في العموم والأحزاب السياسية والمشاركة السياسية، وده ابتدى من بعد الثورة العربية. الثورة العربية كانت بداية لفكرة أنه بدأ يكون في أحزاب وبدأ يكون في برلمان، وشكل البرلمان كمان اختلف من يعني بقى أكتر من مرحلة لغاية لما وصلنا للبرلمان ما بعد ثورة 52. لكن الانتخابات الرئاسية حضرتك عارفة انه احنا في مصر كانت دولة خدوية وبعد كده دولة ملكية، وبعد كده بعد ثورة 52 السيد الرئيس عبد الناصر هو مسك الحكم، وبعد كده كان النائب بتاعه الرئيس السادات، وبعد كده كان النائب بتاعه الرئيس الراحل مبارك، وكان اول انتخابات رئاسية كانت في 2005 اللي هي كانت بين ايمن نور والرئيس الراحل مبارك. بعد 2011 كل الشرق الأوسط بدأ يلاقي حالة من الحراك وحالة من الديمقراطية، وبدأت يكون في انتخابات رئاسية بشكل مختلف عن اللي احنا كنا متعودين عليه. أي. تمام. على المرحلة الحالية أستاذة ولاء، وشايفين الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة بتعمل دور عظيم جدا جدا ومجهود رائع، وفي مشاركة يعني فئات كتيرة يمكن جايز هتشارك في الانتخابات الرئاسية السنة دي لأول مرة، زي فئة الغارمين والغارمات وغيرها من الفئات. برضو عايزين نأكد على هذه الفئات الجديدة اللي هتشارك في العملية الانتخابية وأهمية هذه المشاركة. طيب هو عموما الشعب المصري هو شعب متكامل من أول يوم كون في الشعب المصري، فما فيش يعني كل الناس كانت موجوده، لكن في الحقيقه كان في فئات كانت مهمشه وكانت عندها شعور بالاستضعاف وهي مش واخده حقها. لما حصل ان الدوله بدات تهتم او بدات تكون بتديها حقها او بدات تكون بتشملها برعايه اكبر، يعني الناس دي بدات تحس بالانتماء للوطن اكتر، فبدا صحيح. يكون حاسين انه لا احنا عايزين نكمل في الاصلاح او عايزين نكمل في ان احنا نحقق مزيد من المكاسب، عشان كده احنا لازم نكون بننزل الانتخابات. الموضوع مش بس الغارمات او بتوع او السكان قرى حياه كريمه، لا ده هو كمان في سكان العشوائيات وكمان ذوي الهمم وكمان العماله الغير منتظمه وكثير وكثير من الفئات اللي كانت ممكن يكون عندها مشاكل كبيره جدا ما قبل العهد الحالي، لكن بعد الاهتمام يعني اللي حصل في الوقت ده، سواء كان بشكل تشريعات او بشكل فعلي، مثلا فكره بديل العشوائيات او فكرة الإفراج عن الغارمات أو القوانين اللي فكرة سواء كان العمالة الغير منتظمة أو حتى ذوي الهمم، كل الناس دي بدأت تحس أنه ليها دور، بدأت تحس أن هي لا البلد بلدنا ولازم نكون صحيح. موجودين صحيح. ونؤثر في ولازم نؤثر بشكل إيجابي في الحياة السياسية. صحيح، وكل الاستحقاقات يمكن الماضية سواء في الانتخابات البرلمانية أو غيرها كنا بنشوف الحقيقة مجهود كبير جدا من رجال الأمن، قد إيه كانوا بيساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصة أو القادرون باختلاف، يعني قد إيه كانوا بيساعدوا كبار السن، قد إيه كانوا بيساعدوا أي إنسان مريض
يعني بالفعل كان في مساعدة وفي مساهمة على أساس أن هو كل مواطن فعلا له الحق أن صوته يصل إلى صندوق الانتخاب. فأعتقد ده يعني شيء رائع جدا، وزي ما حضرتك أشرتي ده بيخلي المواطن يشعر فعلا أن هو صوته يستحق وصوته فعلا مهم للمشاركة في أي استحقاق انتخابي كده. ويعني شباب عمال مصر يعني فئة مهمة جدا جدا. العمال طبعا بشكل عام لهم كل التقدير والاحترام، والشباب تحديدا 7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيعني طبعا دي فئة يعني ليها ثقل وليها يعني باع كثير يعني. والشباب دايما هم الوقود وهم المحرك للأمام دائما يا أستاذة ولاء. اتفضل. طيب، هو في الحقيقة انه هو مش بس شباب عمال مصر بس، لكن هو السياسة في العموم كمان بدأت تختلف في المرحلة اللي فاتت، لأن زي ما حضرتك قلتي أنه في فئات كتير بدأ يكون ليها الدولة بتديها مساحة، زي بدأ يكون في تصويت أكتر، بدأ يكون في الأحزاب بدأت تكون بتهتم بفئات أكبر، بدأ يكون لازم يكون في تمثيل أكتر، كل الحاجات دي بدأت تكون بتبان جدا في السياسة في العموم يعني. المفروض انه حصل انه اتحاد شباب عمال مصر عمل اكتر من فعاليه للحث على الانتخابات السياسيه، سواء كان لازم تشارك، صوتك امانه، وطبعا كل الحاجات دي مهمه جدا، لان المشاركه في الانتخابات مش بس واجب وطني، لكن هي امانه كمان انت تحاسب عليها قدام ربنا. مش لازم تكون بتشارك، لكن لو انت شخص سلبي وقاعد في البيت ما تجيش ساعتها انت ما قمتش بواجبك تجاه وطنك، فاكيد وطنك مش هيكون لازم يكون بيقوم دوره واتجاهك يعني. أيوة صحيح. شايفة حضرتك أن الشباب والشعب المصري بشكل عام يعني شايفاه أكثر وعيا في هذه المرحلة، بقى عنده وعي سياسي، وعي اجتماعي أكثر من المراحل السابقة؟ بكتير جدا. صحيح. زمان يعني قبل، برضو قبل الدولة الحديثة، كان المهتمين بالسياسة هم فئة المثقفين وبس. وكان صحيح. يعني وكان الكلام في السياسة برضو بشكل منمق وحاجات كده برضو يعني غير الوضع الحالي. احنا دلوقتي حضرتك بياعة الخضار اللي بتقعد على الرصيف مهتمة بالسياسة، الراجل بتاع الباركينج بيهتم بالسياسة، الطفل الصغير دلوقتي البسطاء يعني بشكل عام، والأطفال كمان مهتمة بالسياسة، فاهمين عارفين بيتابعوا بالسوشيال ميديا وبيتأثروا بيها. فلا، مصر كلها دلوقتي طبعا اختلفت وبقى عندها وعي كبير جدا، وبدأ يكون كمان عندهم آراء حتى لو كان بالسلب أو بالإيجابي، بس الناس صحيح. بدأ يكون في حالة من الحراك طبعا شديدة جدا ما كناش متعودين عليها قبل كده. تمام. واعتقد مهم جدا كمان استاذه ولاء انه الشعب يقرا ويعرف ويبقى مطلع، ودلوقتي المواقع، بس طبعا تكون المواقع الرئيسيه والموثوق فيها، ان هي سهله جدا ان احنا نعرف اخبار بلدنا ونتابع، علشان فعلا لما نقول راي يكون راي صح، يكون راي مبني على معلومه اكيده، يعني ما نتخذش اي راي كده وخلاص، ولكن لا، يعني مهم جدا الثقافه والاطلاع عشان نقدر نكون راينا بشكل صحيح. اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا جدا جدا. هي فكره انه لازم يكون عندك ثقافه ولازم يكون عندك وعي، لكن لازم تتاكد جدا من المصادر اللي انت بترجع لها، لان بقى في مصادر كتير جدا صحيح. جدا مش دقيقه وبتقول معلومات مش حقيقيه. صح. عشان كده اوصل للحقيقه وتعلم وافهم ودور، لكن في نفس الوقت يعني لازم تكون لازم تكون انت عارف كويس قوي انت رايح فين وبتسمع لمين، والشخص ده عايز ياخدك لفين، لان كتير جدا من الحاجات الكلام اللي بيتوجه لنا بيكون فيه زي السم في العسل يعني. ايوه صحيح صحيح. وعايزين ناكد كمان ان هذه الفتره زي ما قلنا هي فتره صعبه وفتره حرجه بتمر بيها المنطقه العربيه كلها، ومصر يعني مستهدفه من قبل الكثير من الدول، فممكن يكون في نشر للكثير من الشائعات والكثير من الاكاذيب، فعايزين ناكد ان احنا ما نسمعش اي شائعه ولا اي اكذوبه تنتشر في المجتمع، نرجع للمصادر والمواقع الموثوق فيها. يمكن زمان كنا بنقول قراءه الصحف والمجلات، دلوقتي بقى في الصحف الالكترونيه والمواقع الرسميه، فلا ننساق لاي شائعه تنتشر في المجتمع، لان المرحله دي مرحله مهمه في تاريخ مصر. وما نتداولش المعلومات. أيوة. غير صحيح. لما برضو تكون من مصدر موثوق، مش مجرد ان انا
تابع شخص والشخص ده قال معلومه مره طلعت حقيقيه، تاني مره طلعت معلومه فيها جزء كبير من الحقيقه، ابتدي ان انا اردد كلامه وخلاص. لكن زي ما حضرتك قلتي احنا في مرحله حرجه جدا، سواء كان على مستوى مصر او على مستوى المنطقه كلها، وده هيخلينا يدينا احساس بانه في امانه، انه رد فعلي ده امانه، لازم اكون بتيقن جدا في الكلام اللي انا بقوله وبعارف انا بقول ايه وبردد ايه، وان انا بشير كمان ايه. يعني يا جماعه صحيح. برضو فكره سرعه ان انا اشير الحق ده حصل كذا، الحق ده الدوله فيها كذا، الحق مش عارفه، كل الحاجات دي ممكن تكون بتاثر بشكل سلبي جدا، والبلد مش ناقصه يعني صحيح. مش بس البلد صحيح. اللي مش ناقصه، لكن كمان زي ما حضرتك قلتي المنطقه كلها صحيح. ملتهبه جدا، واحنا يعني بنحاول بقدر الامكان يعني، او يعني القياده السياسيه بتحاول بقدر الامكان ان هي تكون بتهدي الدنيا او انها تكون بتسيطر على الوضع بطرق كتير بشكل حكيم وشكل حقيقي. متزن حقيقي. وشكل معتدل حقيقي. لان فعلا الاحداث صعبه جدا يعني في المنطقه العربيه باكملها، وبتحيط يعني مصرنا الحبيبه من كل مكان، ولكن ان شاء الله بنتمنى ان هي تمر يعني بسلام. مصر محميه في الحقيقه في كل الاديان، ويعني ان شاء الله كل الازمات هتعدي عليها بخير دائما يا رب. استاذه ولاء بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء القيم، وان شاء الله يعني كل المصريين هيشاركوا في الانتخابات الرئاسية ونظهر بمظهر حضاري ومشرف يليق بحضارة وتاريخ مصر. شكرا لحضرتك، شرفتينا وأسعدتينا. مرسي جدا لحضرتك. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل، ولكن هنرجع مرة تانية وبسرعة، والفقرات القادمة فقرات جميلة جدا قيمة وهادفة هنشوفها ونتابعها مع زميلتي مروة من خلال طعم البيوت.